بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله النهاردة ناخد مع بعض مثال جديد على الـ if statement والـ switch statement. مثال النهاردة أو مثال الفيديو ده بيقول إيه؟ في المثال هنا طالب مني write a C++ program to read the student degree then find his or her grade. يعني طالب مني أدخل درجة الطالب أو الطالبة. بعد كده بيقول لي the grade is known according to the following. يعني هنا بناء على المقياس اللي هو حاطه لي او الرسمه اللي حاطها لي دي، قال لي مثلا درجه الطالب لو من 0 ل 50 معنى كده ان الطالب فيل ساقط، درجه الطالب لو من 50 ل 65 فمعنى كده ان هو اكسبتنس مقبول، من 65 ل 75 ان هو جود، من 75 ل 85 ففيري جود، من 85 ل 100% فده اكسلنت. تمام. طيب غير كده طبعا كده الطالب دخل درجه او اليوزر دخل درجه او رقم في الران تايم، الرقم ده مختلف دلوقتي، فالرقم بتاعه لازم يبقى من 0 لحد كام؟ من 0 لحد 100. طيب غير كده هيبقى ايه؟ غير كده هيطلع على الشاشه ايرور. تمام. طيب واضح جدا ان المثال ده هستخدم فيه ايه؟ المثال ده كله هستخدم فيه الاف ستيتمنت. تمام. طيب محتاج كام مخزن او كام فاريبل عشان اخزن فيه؟ فببساطه انا عندي ايه؟ انا عندي مخزن واحد فقط اللي هو ايه؟ بيمثل لي درجه الطالب، فبقول له انتجر. تمام. انتجر او خلينا مثلا نقول انا هشتغل مثلا دبل ديجري. تمام. بالشكل ده دبل ديجري ده كده هيخزن درجه الطالب. بعد كده هقول له ايه؟ بعد كده هقول لليوزر ان هو يبدا يدخل انتجر ستودنت ديجري. هقول له من كام لكام؟ هقول له من 0 لحد 100. تمام. من 0 لحد 100 بالشكل ده. بعد كده اسيم كول. خلاص هسي ان، هسي ان واخزن فين؟ هسي ان واخزن في الديجري. تمام. طيب بعد كده، بعد كده والله لو درجة الطالب اللي هو دخلها ديت كانت من 0 ل 50 معنى كده ان هو، معنى كده ان هو ايه؟ ان هو فيل خلاص. فاقول له والله لو، لو نفذ خلاص، لو ايه؟ لو الديجري، لو الدرجة بتاعتي، لو الدرجة بتاعتي كانت أكبر من 0 وفي نفس الوقت، يعني في نفس الوقت يعني and خلاص، and degree كانت أقل من 50 فمعنى كده إيه؟ معنى كده إن أنت أسي أوت، هقول له إن أنت fail كده، إن الطالب كده إيه؟ fail. غير كده طب else if، else if إيه؟ else if والله لو الدرجة بتاعت الطالب دي كانت أكبر من أو يساوي 50 وفي نفس الوقت كانت درجة الطالب أقل من كام؟ أقل من 65 فده معناه إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن الطالب ده acceptance. تمام. فياخد الكلام ده كده copy بالشكل ده. تمام. وهقول له إيه؟ وهقول له والله ده كده accept، accept. تمام. طيب نفس القصة هعمل ايه؟ هاخد الكلام ده كده copy paste، هقول له else if، else if ايه بقى؟ لو درجة الطالب اكبر من او تساوي 65 وفي نفس الوقت اقل من كام؟ اقل من 75 فانت كده بتتكلم في ايه؟ كده انت بتتكلم في ان الطالب ده good خلاص. طيب هنا نفس الكلام بcopy paste، لو درجة الطالب أكبر من أو تساوي 75 وفي نفس الوقت أقل من 85 فأنت بتتكلم إن هو إيه؟ إن هو very good. تمام؟ طيب بعد كده خلاص لو درجة الطالب أكبر من أو تساوي 85 وفي نفس الوقت أقل من 100 فأنت كده excellent. تمام؟ طيب نفترض اليوزر دخل حاجة غير من، يعني أنا قلت له دخل من 0 ل 100، نفترض دخل رقم تاني، فدخل رقم تاني معناها إن هو يخش على إيه؟ معناها إن هو يخش على الـ else statement. فبكتب else، بفتح كوز، بقفل كوز، بنزل بالشكل ده كده، أقول له see out، هو قال لي أكتب له error بالشكل ده. خلاص؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تمام، نجرب كده مع بعض. تمام. طيب بصينا كده مع بعض، هنا طلب مني ايه؟ طلب مني ادخل درجة الطالب من 0 لحد 100، فقلت له والله هدخل مثلا 77
بالشكل ده. ف77 قال لي ايه؟ قال لي فيري جود. خلاص طيب لو جربنا تاني، وهنا قلت له لا لا انا هدخل المره دي 85، 85 معناها اكسلنت. خلاص طيب اتمنى يكون المثال ده واضح، ونشوفكم ان شاء الله في المثال اللي جاي.